بيت عثمان. الله أكبر. إيه، فلا قبل أن يطرق الباب سمع شجار بين الزوجة زوجته على زيت السراج، يقول له شوي شوي بس لا تكثرين لا تسفين كذا. فرجع بسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال رسول الله أنا أخطأت في البيت. قال أي بيت تركته؟ قال ذاك البيت. قال هذا بيت عثمان اطرقه. فطرق البيت وقال ائتني في السوق غدا. فجاء في السوق غدا بصرة من الدراهم كادت يديه أن لا تحملها، يعني مون قبيلة كاملة. فأسقط في يد العرابي. قال لا أكاد أصدق ما أرى. قال ماذا رأيت يا عرابي؟ قال أنت كنت تختصم زوجتك على زيت السراج والآن أتيت بهذا المال الكثير. قال ما وقد سألتني فهذا المال ندخر لنا عند الله يوم القيامة، ولمثل هذا اليوم أعددنا أموالنا. أما هذا المال مال السراج فهو مال يفنى، فأنا أختصم زوجتي أن لا تفني من مالي إلا قدر حاجة. فيقول عليه السلام ابن آدم يقول مالي مالي مالي، وهل ابن آدم ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. أيكم ماله أحب إليه من ماله ورثه أحب إليه ماله؟ قال يا رسول ليس منا إلا من ماله أحب إليه مال وارثي. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فالإنسان العاقل هو الذي يقدم قبل أن يقدم. أقدم مالي. فلماذا يعني واحد من السلف الصالح يقول لماذا نحن يا شيخ احد الملوك او احد الاغنياء لماذا نكره الموت ونحب الحياه؟ صحيح. قال لانكم اخرتوا اموالكم، قدموا اموالكم امامكم تحبون القدوم اليها. الانسان بطبيعته اذا قدم ماله امامه للاخره احب القدوم الى الله سبحانه عز وجل. اما اذا انفق كل ماله في شهوات الدنيا فانه يحب البقاء في الدنيا. فالعاقل لا يشتري بماله شهوات الدنيا الفانيه، ولكن يشتري بماله شهوات الآخرة الباقية، شهوات الجنة. إن الله اشترى من أموسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المؤمن كل ماله وكل نفسه ليس له، وإنما أنفقون ما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ليس لنا، المال لله سبحانه عز وجل. أنفقوا مال الله الذي آتاكم. نعم، وديعة في أيدينا. فأنا يبخل من يبخل فإن يبخل نفسه. وسبحانه عز وجل يقول عز وجل ها أنتم هؤلاء تنفقون تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم أولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالعاقل هو الذي يقدم ماله ويبيض وجهه بمال أمام الله سبحانه عز وجل. المال مال الله، فمن أنفق أنفق الله عليه، ومن أعطى أعطاه الله سبحانه عز وجل، ومن بخل فإن يبخل عن نفسه. ولذا لا نتردد خاصة في بلادنا، بلاد الأوقاف الموجودة في كل مكان في بلادنا. هذا وقف الآن، وقف الوقف ما شاء الله، وقف ما شاء الله. حنا بنتكلم بس نطلع فاصل بنرجع إن شاء الله مشايخنا. فاصل مشاهدينا وإن شاء الله راجعين مع المشايخ. أنا متفايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيل ببيتنا الكبير. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الصدقة إنها الحجاب عن النار، الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار، الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد، الصدقة إنها ميثاق الشرف الذي يثبت أن المؤمن مؤمن. إن المنافق لا يتصدق لأنه لا يرجو الثواب من الله ولا يخاف العقاب، لكن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم تدفع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. مثل الذين ينفقون
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم لتكن هذه الصدقة ما شئت وما وجدت، إن أكثرت فسوف تتظلل بها يوم القيامة، كل في ظل صدقة يوم القيامة. وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون. بنفايح العابد وراضي المطيب، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. من فايح العابد وراضي المطيب، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير. حياكم الله مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم مع كلمتين ونص، واليوم حلقتنا عن السنبلة، وها هي سبع سنابل. تكلمنا عن الصدقة والنفقة، والآن برجع الشيخ حسن قعود وبسأله، يعني المشايخ تكلموا عن الصدقة والنفقة وفضلها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا الشيخ راشد أعطانا قصص ومواقف عن عثمان بن عفان وغيره. الآن وش الأسباب والسبل المعينة اللي تخلينا نتقدم؟ ترى احنا نسمع الشيخ كثير، لكن كيف الخطوة الأولى اللي تخلي الشيطان وراء وطريق قدام؟ طبعا ما نبزايد أنا عن كلام الشيخ راشد الشيخ خالد ما شاء الله، حتى الحقيقة أنا كان بودي والله ما أتكلم اليوم لأنهم أجادوا وأفادوا والحمد لله في كلامهم ما يغني، لكن لكي كلنا أثر ونشارك مع الأخوان في هذه السفينة، فنقول حقيقة يعني هذه أسهل الطرق، أقرب طريق الجنة، طريق يوصل. يعني بعض الأيام يمكن يشق على الإنسان يقال اذهب ولا صيام ولا يشق عليه بعض عبادة معينة خاصة النوافل، لكن الصدقة تخرجها وتشوف فيها الأجور العظيمة، سهلات يعني سبحان الله، حتى ترى بركتها في الدنيا، في الدنيا قبل الآخر. انفق يا ابن آدم، يا ابن آدم ينفق عليك، يا بلال انفق للعلى ولا تخشى للعرش إقلالا. ترى ما هي يعني أن لابد نقف، يعني كيف أن الصحابة كيف كانوا ينثرون أموالهم كلها من مسلسل شيء عرفوه ما يحتاج أنهم يأتي عندما ينادى أقرب أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم من؟ يعني إذا أنفقنا ما علينا خوف، ما في خوف. أحب عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو، يعني أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شوف على طول، تخيل أموال عنده طائلة، عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أتى بماله كله. جاء عمر قبله قال اليوم دائما شوف المسابقة، وهذه نتمناها في بيننا، تكون هذه المسابقات وهذه المسارعة تنافس. قال عمر كل يوم يسبقني أبو بكر، كل ما جيت في مشروع لين سبقني اليوم إن شاء الله. قال اليوم بسبقه، فجاب مال كثير وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ أيوة. قال يا رسول الله أبقيت لهم مثله، تصدق بنصف ماله. وهو جالس يتكلم مع عمر وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتي كذلك بمال كثير ويضع بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقل شكلا من عمر. أيوة. فقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. ما كانت، كان كل شيء يقدمونه، كل شيء، يعني لأنهم يعرفون ثمرته. مثل ما ذكر هناك في الآخر تجدها ظل تستظل، مثل ما ذكر الشيخ خالد، تأتي تحصل صدقتك يوم القيامة، ناهيك عن حسنات تجريدك وأنت في قبرك إذا مات ابن آدم قطع منه، ثم ذكر الصدقة جارية وقدم. نعم فعلا، والآيات في كتاب الله كثيرة تدل على إيش؟ الصدقة. صدقة. يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل ما ذكر أخوان، وآيات. فنحتاج فعلا أن ما بين الفين والأخرى نذكر أنفسنا بهذه العبادة. لذلك مثل ما ذكر كذلك الشيخ خالد، عندما جاء الموت إيش قال؟ تمنى إيش الرجع ليش؟ أصدق. فأصدق، بدأ بالصدقة قبل أي شيء لأن أثرها كبير. فحقيقة أن نقدم أنفسنا، وليت يعني كل يوم نحط أن صدقة له بسيطة لكي ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم ينادي مناد من السماء، اللهم أعطي منفقا خلفا. كل يوم أنت لابد حتى أولادك عودهم على الشيء، لو شيء بسيط. وإذا ترى أن ذقين الصدقة
500 ولا 1000 ريال، ربما سندويش، ربما عصير، ربما تمره، ربما ريال ريالين شق تمره زي ما قال الشيخ. وتنجو من الحديث الاخر، واعطي ممسكا تلفا تلفا. طيب واللي يدعي لك، اللي يدعي لك ترى تصور يعني الملك، الملائكه وش صفاتهم يا ابو عبد الله؟ مستجاب الدعوه، عباد لا يعصون الله. وفي آية أخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يعني ما عندهم معاصي الملائكة، عندهم معاصي حاشاهم، يعني دعاهم أحرى، لأنه معروف من أسباب منع الدعاء مثلا الأكل الحرام الله يحفظني إياكم، صح ولا لا؟ صحيح. المعاصي قد تحجب الإنسان، لكن الملائكة لا عندها معاصي ولا عندها أكل حرام. لو يدعي لك أحد مشايخنا والعلماء لاستأنست. كيف يدعي لك الملائكة؟ يعني أبو عبد الله يوم قال حديث، يمكن بعض الإخوة المشاهدين والمشاهدات ما انتبهوا في صحيح مسلم، ما من يوم يصبح فيه العباد. حنا الحين وش يا ابو عبد الله؟ يمسي. حنا الحين المساء، المساء صح، وبكره الصباح. في الصباح اول ما يشق الصباح ينزل الملك كامل السماء ويدعون ملك الملوك، اللهم اعطي منفقا خلفا. شلون منفق خلفا؟ وقفت عند البوفيه، ما انتم تفطرون الصبح انتم؟ وقفت ما دكم عند البوفيه ابو عبد الله؟ تصير عادل مثل اليوم انا جاي من القصيم وقفت عند البوفيه اخذت ايش؟ سندويش. طبيعي بفطر، فوقف جنبي هندي ولا بنقال ولا انسان ضعيف ولا قلت له كم حساب اعطيته؟ يوم جاي حاسب قال له هذا يعطي، رحت الان 3 ريال سندويش بيض بريال ونص وشاهي بريال ونص، كم ذي يا ابو عبد الله؟ 3 ريال. صدقه ولا مصدقه؟ كسبت الاجر وما كسبت؟ اجر ايش؟ كسبت الاجر. دعاء الملائكه. لا دعاء الملائكه، دعاء الملائكه، دعاني الملك. والملك ملك يوميا يا شيخ، يعني معناها الصدقه المفروض تكون يوميا. هذا المخ يعني انا يوم اخوي ابو عبد الله واخوي ذكر عثمان وهالقمم، خاطي يقول الانسان وين انا بجيب كل مالي؟ حتى الرجل كان اراد ان يتصدق عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، صح؟ صحيح. قال رسول الله وش رايك اجعل مالي كله؟ وش قال ابو عبد الله؟ سعد بن وقاص رضي الله عنه. سعد بن وقاص وش قال له؟ قال الثلث. قال يا رسول الله اجعل مالي كله؟ قال لا، ثلثي مالي. قال له اي ثلث؟ اول شيء قال ثلثي مالي. قال ماله كله، ومن قال ثلثي، ومن قال اجعل نصفه، ومن قال ثلثه؟ قال نعم والثلث كثير. سعر. انك ان تذر اولادك ايش؟ اغنياء. فالشاهد انه قد ما يصل انسان مرتبه الايمان انه ينفق كل ماله، هذا قد يصعب عليه. صحيح. لكن اقل قليل لا يحرم نفسه. طيب شيخنا الان خليني اسالكم سؤال صريح وفي ارض الواقع موجود، اللي هو فيه مثلا عند الاشارات وناس، عند السوبر ماركت مثلا وناس، في عوائل مثلا بعض الناس يقول والله يا اخي انا اشك فيهم. مثلا اسمح لي خليني اكمل. انا حصل لي موقف مره عندي اشاره، الموضوع واحد ما يقول، لكن انا اقول من باب المثال. يعني بطلع كم ريال واعطيها واحده كانت عند الاشاره، فكان معي واحد الله يجزاه خير قال لا انتبه. ليش؟ قال طلع عنهم برنامج بانهم الان يمتلكوا ملايين الريالات عن طريق الاشارات. هنا توقفت انا في موضوع الان الشكك، الاشياء شيء موثوق ولا موثوق؟ حتى في الجهات الخيريه يا شيخ، هل الجهه هذه موثوقه ولا ما هي موثوقه؟ الناس هؤلاء هل هم موثوقين ولا غير موثوقين؟ هنا الشيطان يثبطنا ما يخلينا نبادر. هل احنا نبادر ونقول اما السائله فلا تنهر كذا باطلاقها ومطلقها، والا نقيد نقول لا؟ تسمح لي سم. انا من ناحيه التسول هذه خلى حلقه نعدك بها ونعد المشاهدين الكرام، صح يا ابو عبد الله؟ لان التسول باب واسع، والدوله حطت له، الدوله شوف كلها عدت اعداد حطت. انا ما حصرت يا شيخ، ما حصرت. خلنا كمل. انا اذكر الشيء، خلنا اقول لك وش بقول. انا ما خليت لك اقطع كلامي. الدوله كلها حطت مكافحه ايش؟ تسول. ليش؟ لان التسول ظاهر حسن ولا سيء يا ابو عبد الله؟ سيء. فخلى هذه نسوي لها حلقه كامله، اوعدك انا واخوان. طيب خلنا اترك هذه، انا قصدي انه كيف نتكلم عن الصدقه اللي تصل لمستحقيها، تصح لمستحقيها مثل لانه ترى الصدقه ايش الصدقه؟ الصدقه قد تعطى لغني، صح لو عبد الله؟ صحيح. فتكتب الاجر ما يكتب؟ يكتب الاجر. والحديث مشهور عندما قال صلى الله عليه وسلم تصدق البارحه تصدق البارحه على ايش؟ على غني معروف. فانا هذا المقصود، انه الصدقه بابها واسع. احنا كيف قضيه نتكلم عن الصدقه؟ الصدقه اللي مستحقيها والناس اللي نعرف طيب. انهم هم يستحقون. بس الحين الغرب هم على غير دين. ما اذا جاء واحد منهم يتبرع بنص ماله من الاغنياء اوروبا ولا امريكا، ما تسمع من الاخبار يا عبد الله؟ تسمعون؟ يقول لك ان الغني الفلاني يتبرع بنص ماله لجمعيات خيريه وتطوعيه، ما تسمعون؟ يعني يعتبرونها مفخره ولا مفخره؟ مفخره. لان المنفق شبه هذا هو غير مسلم يحس بانشراح ولا ما ينشرح اذا بذل؟ يحس بسعادة. فلذلك اي واحد يبذل، اسمع ماذا يقول الله عنه في سوره الحشر، لانه تو ذكر البخلاء. طيب قالوا من يبخل فانما يبخل النفس والله الغني وانتم فقراء. بمقابل الغني المنفق مقابله الشحيح الممسك، صح؟ قال تعالى في سورة الحشر ومن يوقى شح. ايش معنى شح؟ البخل. البخل يعني يبخل، البخل الشديد. الشح اشد. ومن يوقى شح نفسه، يقول ابن القيم وابن كثير وابن سعدي الله يرحمه، ابن سعدي يا شيخ يا له تفاسير ويا له كلام لذيذ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول انظر المتصدق كيف اول ما يقيه الله شح نفسه. في مقابل الشح وشو؟
يقول انشراح بن سعد يقول يا سلام ينجح يجرب يا حبيبي سمية الله يصلح ابنيه تقول امين امين. مره كنت انا وياه في السياره والله على نيتي على نيتي طالع المدرسه وماخذها قالت بابا انا معي 5 ريال قلت قالت ايش اللي عصير 5 حلوة استغربت 5 حلوة تشربين قالت لا بس اشرها وعلم وقفت عند محطه بقاله عند اسمه فرات وشربت 5 علب ميرندا وحنا ماشيين كل ما شافها تعامل اللي كان حر صيف ايه؟ يعطيها ايش؟ عصير يعطيه علبه وش رايك صدقه ولا مو صدقه؟ ما شاء الله فاذا اتيت